بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة كوم اكزرسيس ماركو. اليوم غنشوفو التمرين رقم 34 في الصيغي ولا التيب ديال في صندوق الوسط. راه موصلناش للتمرين 34 حيت كاين شي تمارين خدمناهم بجوج طرق ثلاثة، يعني راه خدمنا بزاف صافي مزيان. نخدمو تمرين بزاف ديال الطرق باش كنديو بزاف الأفكار. هاد التمرين 34 تا هو تيورين دو تيبنان، قال لك ديتيرميني لو شيما إيكيفالون إي دو تيبنان أونتخ أ إي بي. صافي نشوفو الشيما إيكيفالون كونتر اي بي ديالاش ديال تيبنان، يعني نجبدو بي تيبنان ونجبدو ار تيبنان. بالنسبة لبي تيبنان راه هي اللي كاينة ما بين ا و بي، هي اللي كاينة هنا، هادي هي بي تيبنان. يلا حتي هادي كتوازي هادي كتوازي هادي، يعني بي تيبنان فين هي؟ راه كاينة تا هنا، هي نفسها كاينة اللي كاينة هنا في هادي كاملة، يعني هي اللي كاينة هنا وهي اللي كاينة هنا في هادي كاملة، حيت هنا راه واحد التيار ما كيدوزش، التيار اللي كيدوز هنا كيساوي زيرو حيت كيوصل لهنا وكيوقع. التيار اللي كيدوز هنا كيساوي زيرو، إلا سميناه مثلا إي ثلاثة مثلا، وهنا تا هنا كاين واحد التيار كيدوز هنا. فين هو المنحى ديال التيار اللي كيدوز هنا؟ شوف معايا، هاد بلوس ديال المولدة هذا غنسميه مثلا إي جوج، وهنا كاين واحد التيار كيدوز هنا. فين الإتجاه؟ هاد بلوس المولدة ها إي واحد. صافي إذا هادو التيارات اللي عندي كيدوزو، وبي تيبنان راه هي نفسها اللي كاينة هنا وهي نفسها اللي كاينة هنا، يعني من هاد العقدة هادي يمكن نخرج واحد العلاقة. صافي واحد العلاقة بالنسبة لهنا، قلنا في تيبنان هي اللي كاينة ما بين هادي وهادي، ياك هي اللي كاينة ما بين هادي وهادي، إذا يمكن نخرج واحد العلاقة. شنو ملي كيكون عندي مولد وغيزيستون، شنو هي في، شنو هو التوتر ما بيناتهم؟ في اللي هو في هاد الحالة نسمي في تيبنان، شنو هو التوتر ما بيناتهم؟ هو القيمة ديال المولد اللي هي 10 ناقص اش ار، شحال هي ار؟ 6 مضروبة في اش اي 2. صافي وبالنسبة للعلاقة الثانية يعني نجيبوها من هنايا، حتى هنا راه كاينة في تيبنان. شنو هي في تيبنان؟ شنو هي في تيبنان هنايا؟ حتى هي راه تكون هي 20 ناقص اش 20، يعني القيمة ديال المولد ناقص ار اللي هي 3 فاش اي 1. كاين ولا مكاينش؟ ولا قدمنا واحد القانون اللي هو كيتسمى لوا دي نيوت في هاد النيوت هادي، نشوف التوترات اللي داخلين لهاد النيوت كيساوي التوترات اللي خارجين من هاد النيوت، يعني شكون اللي داخل؟ كيبان لي ها هو السام ديال اي 1 ها هو داخل، اي 2 حتى هو داخل، يعني المجموع ديالو لوا دي نيوت. شنو هو التوترات اللي داخلين؟ يعني اي واحد زائد اي جوج كيساوي اللي خارجين، اللي خارج شكون هو؟ هو اي ثلاثة، ها هو خارج. و اي ثلاثة شحال كيساوي؟ زيرو، يعني اي واحد زائد اي دو كيساوينا زيرو. صافي يعني ان اي واحد كيساوي ناقص اي دو. مزيان هادي خرجتها، علاقة مهمة. اي واحد كيساوي ناقص اي 2، اذا خرجتها بلوا دي نيوت اي واحد كيساوي ناقص اي 2. يمكن نخرج اي واحد اي 2 ب يعني بواحد العامل، يعني ب في تيبن بدلاله في تيبن، ها ها اي 2 ها اي واحد، يمكن نخرجهم بدلاله في تيبن و اي 1 نخرجهم في تيبن بدلاله في تيبن ونجي تما نعوض. نشوفوا طرق اخرى لحل التمرين هذا، ولكن دابا ضروري هاد الطريقه هذه تفهموها. يعني شنو هي هنا؟ بغيت نخرج اي دو بدلاله في تيبن، يعني في تيبن ناقص اش 10 اش كتساوي لي؟ ناقص 6 اي دو. هاد ناقص ممكن تحيد هنا، هنا تولي بلوس وهنا موا، يعني الا بغيت اي دو شحال تكون اي دو؟ غتكون هي 10 ناقص في تيبن، علاش؟ على 6. هي هادو قلبتو، اذا هنا خرجت اي دو كتبان مهمة بلا ما عنديش المساحة عليها كنكتب باش نخلي لك حتى الشكل قبل تخدم لي بنات على 6. إذا دابا عاوتاني نمشي نخرج إي واحد بدلالة في تي بنات، إي واحد دالة في تي بنات، عندي في تي بنات نجيب هاد 20 هاد الطرف ناقص 20 كتساوي لي ناقص 3 إي واحد، ياك هاد ناقص لا بغيت نحيدها من هنا تولي زائد هنا وهنا ناقص. إلا بغيت إي واحد شاتكم هي 20 اللي كاينة هنا ناقص في تيبنان
علاش؟ على ثلاثة. إذن هذه هي إي واحد، عشرين ناقص في تبنى على ثلاثة. إذن هذه هي إي واحد، عشرين ناقص في تبنى على ثلاثة. دابا انطلاقا من الواد يونيت اللي هو هذا قرص العلاقة، صافي الواد يونيت راه قرص العلاقة، غنجي دابا نستعملو إي واحد. شنو هي إي واحد؟ إي واحد هي عشرين، إي واحد هذا إي واحد كتساوي لنا ناقص إي دو، ياك؟ يعني أن إي واحد نعوضها بالشي اللي كيساوي هادو عشرين ناقص في تي بنا، على ياش؟ على ثلاثة، شنو كيساوي لي؟ ناقص بعدا، وعاد نكتب شنو كاينة في إي دو، شنو هي إي دو؟ هي عشرة، ناقص في تي بنا، على ياش؟ على ستة، أوكي عشرة ناقص في تي بنا على ستة. إذا لاحظتي هاد ناقص هادي ممكن تدخل هنا تولي هنا ناقص عشرة وهنا زائد في دي هنا، مزيان؟ هنا بغيت نحيد المقامات، شنو المقام المشترك بيناتهم جوج؟ هو ستة، إذا نضرب هنا في ستة وهنا نضرب في ستة باش نطير المقام، إذا ضربت هنا في ستة غتمشي واحد ثلاثة مع ثلاثة ولكن غتبقى هنا مضروبة في جوج، جوج في عشرين ربعين، وجوج في ناقص جوج وجوج في ناقص في دي هنا هي ناقص جوج في دي هنا. كيساوي لي هادشي؟ إلا ضربت يعني ضربت هنا في ستة هنا نضرب في ستة، ملي ضربت في ستة راه طلعت ستة مع ستة اللي في المقام، بقات لي هي ناقص عشرة زائد في إبن. إذا هاد عشرة هادي، هاد ناقص عشرة يمكن لي نجيبها لهاد الطرف هادي، صافي ناقص عشرة نجيبها لهاد الطرف، غتولي ربعين زائد عشرة، كتساوي لي شنو؟ هاد جوج في إبن ناقص جوج في إبن ديال الطرف التاني تولي جوج في إبن زائد هاد في تبنى اللي كاين هنا، دام ثلاثة في تبنى شنو كتساوي لي؟ هي عشرة زائد ربعين خمسين، إذا في تبنى هي خمسين على ثلاثة، اللي شحال حسبناها بالآلة الحاسبة في تبنى خمسين على ثلاثة، خمسين على إيش؟ على ثلاثة ياك، قيم صحيحين هنايا تولي الرقم ربعة وثلاثين، خمسين على ثلاثة. كتعطينا 16.66، صافي كتعطينا 16، في تي بنا هي 16.66 هو، صافي هادي هي في تي بنا، إذا غنكتبها هنا حيت غنحتاجها، 16.66 فوالا. بالنسبة لآر تي بنا راه أسهل حاجة، مكاينش لي مكيقدرش يحسب آر تي بنا، إذا غنمسح هادشي هادو، غنشوفو إن شاء الله في الحصة القبيلة. غنشوفو الطريقة الثانية باش نخرج على هاد في تي بنا، بالنسبة لآر تي بنا راه نفس الطريقة، صافي نفس الطريقة، إذن باش كنديو بزاف ديال الطرق وبزاف ديال الأفكار خصك تكون ماشي معايا إيطار بطريقة، يعني تمرين بتمرين فكرة بفكرة باش من توصل لهنا غتكون فهمتي هاد الأفكار. إذن شنو باغي دابا؟ بغينا آر تي بنا، آر تي بنا ها أ ها ب. اعتبرنا ماكينة ما سهل منها، سورس دو كورون كندير بلا سوق يعني ما كندير بلا سوق والو، سورس دو تونسيون كندير بلا سوق خايب، سورس دو تونسيون بلا سوق خايب، هنا عندي واحد ريزيستون قيمة ديالها 3 اوم، هنا عندي واحد ريزيستون قيمة ديالها 6 اوم، هنا واحد سورس دو تونسيون ما كندير بلا سوق واحد خايب، هادي 6 اوم، هنا واحد ريزيستون، هنا واحد سورس دو تونسيون كندير بلا سوق والو، هنا 3 اوم، إذا هادي مع هادي اون باغالي، وهادو بجوج مي غنجمعهم غيوليو اون سيرا مع هادي. داك ار ا بي هي ار تي بنا، صافي هادي مع هادي اون باراليل، يعني 3 اون اون باراليل مع 6 اون، شحال كتساوي لنا الضرب ديالو مع الجمع ديالو؟ 3 في 6 على 3 زائد 6، 3 زائد 6 9 و 3 في 6 18 على 9، يعني ار ولا 30 3 اون اللي موازيه 6 اون، شحال هي القيمه المكافئه ليهم؟ هي 18 على 9 اللي هي 2 اون، اذا بلاصه هادو عندي شنو؟ عندي 2 اون، اذا هادو بجوج بلاصتهم عندي واحد المقاومه المكافئه اللي القيمه ديالها شحال؟ 2 اون، هادي مع هادي اون سيري يعني ار تي بنا شحال تكون؟ كتساوي لنا 2 زائد 3، يعني ان ار تي بنا هي 5 اون. إذا ها هي R تي بنا هي 5 أون. إذا دابا رسمنا الشيما إيكيفالون ديال تي بنا،
السيما ايكيفالون ديال تي هنا شنو عندنا؟ السيما ايكيفالون ديال تي هنا عندي واحد المولد ديال التوتر كونسيغي مع واحد ريزيستون هادي ا وهادي بي هادو راه نفس الداره صافي. هادي البي تي هنا شحال القيمه ديالها 16.66 فولت وهادي القيمه ديالها 5 اوم اللي هي الار تي هنا. اذا هادي هي السيما ايكيفالون في هاد التمرين هذا. هادي كانت الطريقه الاولى شوفكم حصه مقبله مع طريقه ثانيه نخرجوا بها هاد التمرين هذا. اذا شوفكم حصه مقبله مع تتمتها ولا مع طريقه ثانيه، اما حنا راه سالينا هاد التمرين هذا.